أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 22 من عناصر طالبان وجرح 25 آخرين في مواجهات عنيفة بولاية فرح غرب البلاد. يأتي هذا فيما حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى أفغانستان كاي آيد، حذر من احتمال فشل الجهود التي تبذل لإحداث انشقاقات في حركة طالبان عبر تقديم الحوافز المالية لكبار قادة الحركة. وأشار أيد إلى أن بعض المقاتلين انضموا لحركة طالبان بسبب الشعور بالغربة في ظل حكومة كابول التي قال إنها تتسم بالضعف والفساد.